خبر مهم، الشروق الصفحة الأولى: هند بدوي ضحية التعذيب ممنوعة من الحديث وحالتها تتدهور. لمن لا يعرف، هند بدوي معيدة في آداب بنها، لسوء الحظ قادتها قدماها إلى مجموعة من، نقول يعني خلينا أقولها زي ما هي موجودة، يعني هي بتتهم ضابط جيش يدعى حسام الدين مصطفى بتعذيبها هي وثمانية آخرين، حفل التعذيب، عصيان وكرابيج وصوت كهربي، واللي هيشوف صورتها سواء موجودة على اليوتيوب أو على موجودة في مصر اليوم أو موجودة في الشروق هيدرك بالفعل أن هذه امرأة مصرية تم انتهاك جسدها بالكامل. الحقيقة أنه المشكلة مش مع هند دلوقتي، المشكلة مع أهل قريتها كما هو مكتوب في الشروق، أنه أهل قريتها بيدعوا أن هي جابت العار للقرية باعتبارها خرجت في المظاهرات. لسه بننظر إلى، أو يعني نقول ايه، جابت نتيجه، يعني تخويف الناس وتخوين الناس جاب نتيجه لدرجه انه اهلها منعينها من استخدام التليفون من الانترنت كما هو مكتوب في الجرنان، انا ما اعرفش الحقيقه. لكن كل ما يهمني انه هند بدوي كانت نايمه على بنش في المحكمه اللي هو الدكه كده في المحكمه وبيتم استجوابها باعتبارها متهمه. لابد من التوقف عند هند بدوي وعند الاخريات اللي تم تعذيبهم، وبغض النظر انه هيتم محاكمة هذا الضابط او عدم محاكمته، انا يظل هذا غصة في قلبي، ونقول ايه، حاجة واقفة لي بزوري، انه انا مش قادرة اقول انه ضابط شرطة عسكرية كما تقول هو اللي قام بدوت، بحاول اكذب نفسي بس الحقيقة بتقول انه ده تم بالفعل في احدى الغرف الموجودة في مجلس الشعب او مجلس الشورى، مجلس الشعب على ما اعتقد. هند تعاني مش بس من ألمها ولكن تعاني من تشويه صورتها قدام اهل قريتها، بداية من العمدة الاصغر فلاح هند بدوي، امرأة مصرية شاء حظها، نقول بقى العاثر الطيب ان هي تتعرض لازمة حقيقية. هند انا بقى اعلن مساندتها مش لانها مجني عليها او متهمة، هند انا بقى اعلن تضامني معاها لانها شخص اهين، حتى لو كانت امراه يعني هوى، حتى لو كانت ماشيه مشي بطال، وهي هنا في هذه الحاله صحيح. هند معيده عندها راي زي امال عويده، هل تبدو ان انا دلوقتي بعد ما اخرج ما اقول كلمتين ان انا اتضرب؟ ما ينفعش. يا امال مش اول مره يعني نسمع ردود افعال مختله، فيعني ممكن نتوقعها كتير في الفتره في النهايه احنا بنقول الجايه. راينا، عارفه احنا، انا هقول بس كلمه صغيره، اذا كنا بالفعل الواحد بي بي بيتطرف وبيقول رايه اللي ما يعجبش اللي بيتفرج عليه فهو في النهايه راي، لا 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 يعني لا يضير احد، احنا كل هدفنا انه البلد دي فعلا تتقدم خطوه لقدام، قد اختلف معاك في رايي، انت رايك انه لا نستقر ونقعد، انا رايي انه لا لازم نتحرك. الحقيقه الخلاف ده لا يفسد الود قضيه، بس في النهايه ما يكونش عندنا ناس زي هند بدوي والناس اللي تعرضوا، الصيدلانيه غاده، وما يبقاش عندنا الشيخ عماد شهيد، وما يبقاش عندنا الدكتور علاء شهيد، احنا نفسنا مصر تتقدم، واذا اختلفنا مع بعض في الراي فهدفنا في النهايه مصر. صحيح. صحفيه امال العويضه، صحفيه بجريده الاهرام، بشكرك. شكرا لك يا مي، اخبار كانت مكدسه بس النهارده شكرا شويه. لك يا مي، وشكرا انه احنا تديني فرصه ان انا اعبر عن نفسي، قد نختلف قليلا او كثيرا بس في النهايه والله هدفنا البلد دي. طبعا كلنا. أعتقد معانا دلوقتي تقرير أقيم بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، معرض للتوثيق التاريخي للجامعة بمناسبة مرور 80 عام على إنشاء الكلية. كاميرا نهارك سعيد كانت هناك، هنشوف التقرير نرجع نكمل فقرة.